سوريا سيدة الحضارات، أم الأولويات، أول أبجدية في التاريخ، أول تدوين موسيقي، أول مكتبة مؤرشفة، أول مستوطنة زراعية، أم الجميع. سوريا التي بدأ أبناؤها ثورة الكرامة قبل 3 سنوات ليخوضوا معركة الإنسانية جميعاً من أجل تحقيق قيم الحرية والكرامة والديمقراطية. سوريا التي ما زال أبناؤها الصابرين المصابرين رغم الأذى، رغم ترك الجميع لهم، ما زالوا يرفعون لواء الإنسانية جميعاً لأن معركتهم هي معركة كل البشرية. هذا قدر السوريين أن يقدموا للعالم على مر التاريخ سلم القيم، أن يقدموا للعالم ما يمكن أن يجعله أكثر إنسانية. سوريا التي قدمت أول أبجدية ما زال أبناؤها بدمائهم وتضحياتهم يقدمون للعالم أول أبجدية في الحرية، أول أبجدية في الكرامة الإنسانية، أول مدونة تعلم الشعوب كيف تخوض معاركها الكبرى من أجل هذه القيم. سوريا بشعبها الواحد، بشعبها الذي لن يفرقه مهما فعل هذا النظام، مهما ارتكب من مجازر، مهما ارتكب من فظائع، سيبقى شعبها واحداً موحداً أمام هدف واحد، وهو تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية للجميع.